يا أخي الولاية التكوينية موجودة لكل البشر، كل إنسان عنده ولاية تكوينية، أي إنسان، لا ليست البشرية فقط، حتى الحيوانات عندها ولاية تتصرف، السمك عنده ولاية، الطير عنده ولاية. إنما فرق الأنبياء والأوصياء عن بقية الناس أن ولايتهم التكوينية وسيعة جدا، هذا الفرق. لا تنكر أصل الولاية التكوينية، الولاية التكوينية موجودة للحيوانات، حتى تصرف في الكون، يمشي الحيوان الذي يمشي يتصرف في الكون. يريد أن ينكر مقاماً، ينكر الولاية التكوينية، القضية مضحكة. لا تنكر الولاية التكوينية، البشر كل إنسان عنده ولاية، أنا أحرك يدي هذه ولاية، أنا حسب ما أشاء أحرك يدي، عندي ولاية. هذا تكوين أم لا؟ هذا تشريع أم تكوين؟ تغيير في الكون، يدي كانت هنا الآن صارت هنا، هذا تغيير في التكوين باختياري. الله عز وجل أعطى لكل البشر ولاية تكوينية. إنما الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى للأنبياء والأوصياء وسيع جدا، الأنبياء يحيون الموتى، هذه الولاية ليست لي، يتمكن أن يحيي الموتى، يشير إلى الميت عيسى بن مريم يحييه، هذه ولاية تكوينية فوق ولاية البشر العاديين. ولاية الأنبياء والأوصياء أوسع بكثير، ولكن هناك مقام اختصه الله سبحانه وتعالى لأهل البيت، ما شاركهم أحد من الخلق في هذا المقام، وهي الولاية التكوينية المطلقة. المطلقة يعني لا يوجد مخلوق ليس هو تحت سيطرة أهل البيت عليهم السلام. هذه الله يعني نفس كلام المولى سيد الشهداء، والله ما خلق الله شيئا إلا وأمره بالطاعة لنا. عندهم هكذا قدرة. علمهم، الروايات الكثيرة، حتى الآيات القرآنية تبين هذا المعنى. عندهم علم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى أطلعهم على الغيب، أصلا أكثر من ذلك يوجد أكثر من علم الغيب؟ نعم. وما هو عمن؟ الآية تتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وما هو على الغيب بضنين، ضنين بالضاد لا بالضاء، الضاد أخت الصاد، لا بالضاء أخت الطاء، ظنين بالضاء أخت الطاء، بمعنى مأخوذ من الظن، ظنين أخت الصاد بمعنى البخيل. الله سبحانه وتعالى يقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه ليس بخيلا على علم الغيب. يعني ماذا؟ يعني إذا وجد رسول الله صلى الله عليه وآله شخصا له أهلية أن يعلمه الغيب، رسول الله يعلمه علم الغيب. لا يبخل على الغيب، رسول الله لا يبخل على الغيب، هو معلم الغيب، عنده علم الغيب فقط، ليس بخيلا. الله يقول آية قرآنية، وما هو على الغيب بضنين باختصاد، يعني ليس بخيلا على الغيب. ليس بخيلا على الغيب يعني ماذا؟ إذا كان هو لا يعلم الغيب، إذا كان لا يتمكن أن يعلم الغيب، فسروا لي هذه الآية. هذا المقام لرسول الله،
وما كان لرسول الله فهو الأمير المؤمنين. أمير المؤمنين هو نفس رسول الله، نفسه نفسه. ما كان لأمير المؤمنين فهو للحسن والحسين، ما كان للحسن والحسين فهو لزين العابدين. الروايات في هذا المجال كثيرة.